كوكو لو سالت سافا لاباس عليكم، كيف دايرين؟ اموركم تمام؟ بديتو شي سوجات العيد الكبير ولا مازال؟ الحراره المفرطه، فالجو ملي تيكون صهد تبغيش حاجه خفيفه، سلطه خفيفه ظريفه. هنا كنت لقيتوني كيف كتشوفوا معايا مباشره باديه معكم من الغدا. هو ماشي غدا، هو نقول عشاء كسكروت، حيت انا كنفيق وقت الغدا هو الربعه. المهم بنات كنضحك، هنا خديت شويه الطون، شويه البصله شارلوت، شويه الافوكا مع بزار ملحه ومايونيز، وغنزلق لي بات نديرهم هكا. الصراحه جو صاد، بغيت حاجه سلطه خفيفه، فقلت علاش ما نديرش هاد لاصالاد هادي. طبعا ما عنديش مايس، عندي داك اللي مصيبه في الدار ونسيتو، والاخر كانت ماما باقا ما جابت ست قضيه. تشوفوا شوفوا الفيديو، راه كاينين شي حاجات كنكون مصوراهم شي سيمانه، كاينين شي حاجات كنكون مصوراهم يلا يومين، كاين شي حاجات مصوراهم بنهارهم. مهم راه كنحاول نجمع لقطات، ومني كنسالي عاد كندير المونتاج، ولا كنحاول نجمعهم لكم في فيديو واحد. هنا طبعا خديت غير القياس ديالي، درت فيه لا مايونيز حيت قلت باش البقات الاخرى ما تضيعش هكا تخلط فيها لا مايونيز تبقى مزيانه، لبغى شي حد ياكلها في العشيه. وهاني ديما دايره لنا الشوها تقول ما كتاكلش، وهي الماكله اللي كتاكل بنادم ما تياكلهاش. والله شوفوا راه لقيت اختي تغدات وخلات ليها، خلات ليها هذاك الستيك دارته خلاته ليها وعطيتو ليها، قلت لها بلاتي انا غنعطي لك معليك خوكيت باش ما تاكلوش بوحدو. هنا اختي كانت خرجت جابت هاد الماكله، تحلات هاد كيس ماي رايس، جداد تحلو كيديروا الماكله هكا كلها كوريا يابانيه، اوكي كوريا جو بونس. زوينه عندهم صافا، قالت لي اختي طاقيهم عافاك تعرف هذاك سميتو، قالت لي عطاها هادو وصورتهم هكا خديتهم، صراحه زوينين صافا. كلهم بالروز ودجاج، وفيهم الاخر لا سالاد تاعي فيها هكا سيمون، فيها خضار، فيها كلشي هكا مع روز. عجبتني السلطه اكثر من هذيك الاخرى، الاخرى مع بالكوري ما عجبتنيش بزاف. هنا كانت ماما جابت شي حاجه تقديم تاع المرجان، طلعت داكشي. شوفوا حنا التقديه البنات نشرح لكم، هاد الاعشاب هادو جابتهم ماما اول مره لقاتهم، قالت لي لقاتهم خداتهم هي وخالتي، قالت لي جربوهم، قلت لها راه هما فيهم ديك الثومه والبودره ديال البصل نفس داكشي اللي كندير انا يعني ما المهم. قالت لي صافي نجربوها. ديجا حنا عندنا هذوك اللقامه، عندنا هذيك البودره ديال الثوم والبصل وداكشي، يعني كنعرف نديرهم راسي. هنا كيف كتشوفوا نقول لكم، حنا كنجيبوا التقديه كنخليو النص لتحت في بيت الخزين اللي عندنا، اوكي، او كنطلعوا اللي غنحتاجو ديك الساعه، لان البلاكارات كيكونوا عندي عامرين ومرونين، كنقولوا ما طلعين اللي غنحتاجو، ملي تخصنا شي حاجه كنهبطوا نجيبوها. كيف كتشوفوا يعني داك الشيء راه نصو كاين لتحت، يعني التقديه النص ديالها كيبقى لتحت والنص كيطلع داك الشيء اللي كنكونوا محتاجين، وملي كتخصني شي حاجه كنهبط نجيبها. هذاك ابلي صراحه قلت لماما بلا ما تبقي تجيبي، لانه وليت كنلقى فيه بحال واحد البخوش، ما عرفتش واش نتوما كتلقاوه، وليت خاصني نغسلو ونصفيه ونتعذب باش نطيبو. وهذوك السوبيرات جابتهم ماما من المرجان. قالت لي اختي انا نجرب ندير في هذيك الوصفه ديال تخشي راسك في الثلج والماء، قلت لها صغار عبراتها هكا لقيناهم فين ما غاديش يدارو. المهم انا حطيتهم قلت حتى ثاني نغسلهم ونقادهم، نحيد لهم داك التيكيته ونغسلهم. شنو اخر بغيت نشارك معكم؟ هاد الصباغه جابتها ماما ليها هي، انا ما بغيتش هاد اللون، انا الا كنت غندير باغا نرجع نفتح شعري، ما عرفتش خايفه خايفه نرجع نفتح شعري وشعري يلا بدا يرجع شويه بشويه نعاود عاوتاني نقتلو. المهم جابت ماما صبغت ليها منها، نوريكم هنا دوك البلاكارات اللي الفوق باش تفهموا علاش انا كنقول لكم ما كنطلعش. هانتوما راه ديجا ابلي باقي عندنا واحد فيه شويه، وطلعنا واحد اللي جابت ماما حيت هذاك باقي فيه شويه. ستفت داكشي، شوفوا انا هادشي راه ما غنستوش دابا، تبان لكم الدنيا مرونه، حيت انا نقول لكم علاش انا ملي كيقرب العيد ديال رمضان، ديال ملي كيقربوا رمضان او لا هكا، كنكون درتهم نظفتهم وقديتهم وعاود ستفتهم. ملي كيقرب عاوتاني الصيف كنعاود عاوتاني، ملي كيقرب عيد الاضحى عاوتاني كنعاودو لتحت خاوده كوثر سته ولا سيدي، حيت كتحط فيه داكشي ديالها. فولات خايده هي كتحط فيه داكشي اللي اورغانيك وبيو وكلشي هيلثي. والفوق بقى شويه مضيق في داكشي ديال الحلوى ديالي، وفي دوك ليمون، في كاع داكشي ديال اللي كتجيب لي اختي من ويلتون وداك الشيء ديال امريكا، وهذا ما بقيتش كنستعملوه، درتو في ديك الكوتي اللي لهيها. اوكي هنا ما غادي ننظم حتى حاجه، غير حطيتهم وصافي. امتى غادي ننظم القاد؟ مني قرب العيد ان شاء الله، بالله تكون اختي نشوف الا جات ما جات، عاوتاني كتكون هي كتصيفط حتى هي شي حاجات، وكتصيفط بحال هذوك الثومه وداك البودره ديال الكوري ديال الاعشاب، وكتصيفط داكشي اللي كيجي راكم عارفين شوكولا وكلشي. كنعاود نقادهم كنعاود نستف باش كنبقى عندي داكشي ديما منظم. يعني هنا غنخلي غناجل هذه المرحله ديال التنظيم والتنظيف وداكشي لورغانيزاسيون حتى يقرب من واحد سيمانه جوج سيمانات 15 يوم هكاك، وننظمها
يكون قرب العيد ان شاء الله، وديك الساعه نكون شفت هذاك الشيء بحال هذاك الشيء ديال الحلوه تا هو خاصني نقلبو ونراقبو، كنحيد لي تبريمات ولا لي سالات ولا لي هذا ما بقى عندي بغرض كنحيدها ولا نهبط لتحت ونعاود بحال هكا كنعاود نقاد المسائل وكنقص اللي كيتنقص. بحال المرات ما انت ما كنلقاوش راسنا بعد المرات ما كتسقي تشري وتحطي ما تستعملهمش كاملين، راه راكم عارفين وصافي. هادشي يعني غتشوفوا معايا من بعد، لا بغيتوني نديرو معكم بالتفصيل قولوها ليا. انا ما عنديش مع هاد الانواع ديال الفيديوهات، ولكن جو بونس كيعجبوا الاغلبيه. انا كانت ماما بقات الديسير هكا زوين وعطو حلو حسن من كانت اختي جابت داك النهار المشمش، عرفتي جابت داك المشمش اختي كتمشي كتخدم دار بغلف بلايص الواعرين هاي، دوك بلايص الهاي غاليين ولكن كتلقاي داك الشيء مبعصص. هو زوين في المنظر ولكن ما عرفتوش هي بالطوموبيل وركات عليه ما ردوش ليه البال، تبعص ليها مع داك الشيء الاخر. هانتوما شوفوا بقاو في دوك الربعه ما باقي كله نصو حلحناه ونصو درتو بحال هكا في زيبلوك ولحتو في فريكو ولا بغيت ندير منه عصير. الوغ لا غدا ليه لقات ماما بحالو ولكن ماشي بحالو الصراحه، الاخر كان كبير وزوين. المهم هنايا راني ما جايبه لا تريبي لا وانيني اعاني، شاده التليفون بايد وغتشوفوني. المهم راه قلت لكم فيديوهات كيكون شي مصور قبل شي مصور بعد، يعني انا شفت فران ما شفتش فران ما تقولوا ما دي مال ولا لا، غير هكا كنكون خايده لقطات وما كنكونش درتهم، كنقول خليت نجمعهم في فيديو واحد. هنا صافي حطيتهم ستفتهم هكايا، ما غنغسلهمش. بعد المرات كنغسل كل شيء في مره عاد كنخليه كنلقاه فسد دغيا. دابا مع الصيف الى خاص الدسر بالماء دغيا كيخسر. وبعد المرات هاكا مباشره كنحيد اللي طيب كنلوحو في الفريغو وكنخليه للعصير، واللي كيبقى صحيح كنخليه هو اللي كنبقاو ناكلو منه ديك الساعه وصافي. يعني هنايا كيف كتشوفوا حاولت انني ناخذ منهم دابا داكشي اللي غادي نغسل. السيرغيز جابته اختي كبير ولكن كيف ما قلت لكم كل شيء بحال فاسد سبحان الله منفاجئ. هو داير بغلف زوين كتلقاي فيه كاع الدسر اللي غابر، يعني الدسر اللي كيكون تما كاينش في المغرب كتلقايه عند هذاك كتجيبو من اختي، بحال باشن فروت بحال هذاك الدراغون فروت بحال هذاك الشيء كتلقاش هنايا حدانا، مي تما كتلقاهم. مي هذا عطيو خاص غير هذا حلو حلو حلو، تشوفوا زعما لونه هكاك تقولوا غتلقاو حامض مي حلو على مزويناته. المهم غادي ناخذ دابا اللي غادي نغسل منهم، نحاول نحط لي هذا اللي غادي نحط في الثلاجه، واللي كيف ما قلت لكم كيكون طيب كنلوحو في الفريغو. هاني راها كلات عرقات مشات تكاوت مشات نعسات يا كتعرقها كتاكل كتمشي دير لاسيست مباشره كتنعس. هنا ديك البومبلوموسه كل نهار نقول اليوم نفطر بها غدا نفطر بها، اليوم نفطر بها غدا نفطر بها والو. البنات واحد الطريقه باش تبقى لكم لافوكا مزيانه ما تخسرش، جيبوها وديروها في بول فيه الماء وخليوه في الثلاجه، ملي تبغيوها كتجبدوها كتستعملوها. هادو كانوا بقاو برا حيت كنت خديت منهم الغدا، وبحال هكا بعد ما كنديروا مع عصير. مي الا بغيتوها تطول بحال الناس اللي كيفطروا بها الصباح ولا هكا بحال اختي كتفطر بها الصباح ولا جابت بكثره كتفسد. هاد الطريقه هادي شافتها في واحد القناه ديال برا اجنبيه، كيديروها في الماء وكيخليوها في الثلاجه باش كتبقى ما كتخسرش دغيا، ما كتصوف ما كتكحل ما والو، كتحليها كتلقايها باقا خضراء نيو وصافي. هادشي اللي كاين هنا غادي ناخذ كما قلت لكم الغسل اللي غادي ناكلوه دابا. حنا الدسر اغلبيه كناخذو مورا الغدا بشحال بشي ساعتين ولا هكا او للصباح بكري، يعني بحال البنان غتشوفوني ما حطيتوش حيت اوتوماتيكمون اللي في كيفي خفينا في الصباح اول حاجه الواحد كياخذها البنان، فيه ماغنيسيوم فيه كالسيوم فيه حلاوه كتعطيك طاقه، فاغلبيه كناكلو حنا في الدار كلنا في الصباح اولا بارفو هكا قليل في كياخذوا الواحد مورا الغدا اولا في الليل. من الاغلبيه فينا كناكلو بحال هكا في الصباح بكري ملي كنفيق انا ضروري هو الاول كناخذو، عاد كناخذ مورا قهوه، يعني ما غتشوفونيش حطيتو فهمتوني. وصافي المونك حتى هو كنت واقيلا كليتو في الليل تعشيت منه في الصباح عاوتاني لفطرنا منه. حنا اغلبيه ولينا بحال هكا الدسر كناخذو في الصباح، سختو بحال لي انا مثلا وخواتاتي هكا اولا اختي ما كنفطروش، يعني فطور ثقيل اولا داك الخبز وداك الشيء ديال المغرب ماشي بزاف كناكلو داك الخبز وداك المسمن داك الشيء، حنا ماشي حيدنا داك الشيء من زمان يعني، وانا خصوصا ما بقيتش كنفطر بزاف يعني فطوري ولا خفيف. فاغلبيه بعض المرات كتلقاوني خديت الدسير الصباح بحال هكا اولا هذيك المونغا ولا لافوكا كتقطعها بالنص كتاكلها بمعلقه، كتجيك خفيفه ومفيده في نفس الوقت فهمتوا، بحال لما كيجيكش تانيب ضمير. هنا كنغسل بالخل، ضروري تغسلوا بالخل الخضار والفواكه، هذه شي حاجه ولا قدرتوا ديروا شويه بيكربونات حتى هي كتساعد كتحيد كاع داك الحشرات وكاع داك الاتراب وكاع داك الوسوخات وكل شيء. هنا بعد ما كندير الخل ولا درت سواء درت الخل وبيكربونات ولا الخل بوحديته كنخليه واحد شويه في داك الماء عاد كنحيدو نغسلو بيدي ونحيدو نديرو في شبكيت سقطرة عاد كنحطو هكا
في الطبق اللي غنقدم فيه هكا وصافي. هنايا غنحطو مع قهيوه ولا مع اتاي ولا اللي بغيتو كيبقى بحال هكا عاود. ولا حد يبقى بعد المرات كياكل غير تخربق وحلويات وشيبس وشوكولا وداكشي، ياخد هكا ديسير منه حلاوه ما كتحسي بحال دابا المرات كتاكلي تمار ولا حلاوه كيعطيك انرجي كيعطيك احسن من داك اللي تبقاي تاكلي في الحلوه كولا كوكيز ولا شي حاجه. هنا صايبت واحد الكيكه خفيفه ظريفه، كنت درتها هكا ببيضه وحده وخفيفه سريعه يعني فهمت. وكنت صايبت لاختي براونيز كانت سالت ليها وهكذا صافي. هذا هو ما عرفتش واش صورتها لكم في الاخر فاش طابت ولا لا، والله ما عقلت. المهم كانت راه غتلقاوها، ما كانتش راه فايته جربتها معكم اكثر من مره، غير بعد المرات كندير فيها تفاح ولا فخيز ولا الخوخ ولا شي حاجه ولا بعويد. دابا درتها كسامبل مع اموند افيدي والبراونيز راه هي كطيب ديجا وصافي. هادشي اللي كاين يعني الفيديو غيسالي معكم هنا. فوالا راني صورتها لكم. هنا حطيت كونفيتور هكا ديال التين ديال كرموس اوكي، حطيته هكا تشهيتو من فوق منا خاص المنظر، ولكن اي نو تشهيتو خاص المنظر ولكن تشهيتو. المهم نتوما تقدروا تخليوها سامبل كتجي حتى هي مزيونه هكا بالاموند افيلي، اولا تزينوا ديما كيما كنقول لكم دبروا راسكم ديروا اللي عجبكم. انا كنعطيكم افكار نتوما دبروا راسكم. شوفوا راني مريضه وعيانه وحالتي حاله والحراره والصوت او ديبريشن وكل شيء، وما عندي ما ندير، مضطره انني ننزل نكافح باش ما تموتش ليا القناه صافي عييت. المهم البنات غادي نسالي معكم الفيديو هنا، غادي نخليه ما عرفتش واش باقي عندي شي حاجه اخرى. المهم تهلاو لي فراسكم، ما تنساوش لايك كومنت، نشوفكم فيديوهات جايه. وهذوك الوصفات ديال البراونيز وداكشي راه ديجا عطيتهم لكم يعني ما كاينش نعاود نشارككم مره اخرى. يلا باي.